طلعت عند الغداء ما عرفت اشي في ورسا دشتا يا عباد الله واربعين المصاعب ولا هذا نتيجة الخدمة ديال المراقبة وتعطيني اعطيني اعطيني اعطيك سنين لسنين خويا باباك عمك جدك جيب باب السفلي غارق حتى انا طنت من الراس السلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برسلونة في كل مكان ودائما وأبدا كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال خوتي بلا شك أننا كاملين كنتذكروا هاد المشاهد المأساوية والجد مؤثرة من فاجعة معمل النسيج بمدينة طنجة واللي خلف 28 قتيل. اليوم المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكمت بسنة ونصف سجنا نافذا على صاحب المصنع ومبلغ مالي لعائلات الضحايا واللي كيتقدر بعشرين مليون سنتيم لكل ضحية يعني الوفاة يعني بعشرين مليون هادشي اللي عطى الله أخوتي وشركة أمانديس يعني المجموع هما 28 يعني المجموع 560 مليون يعني 28 وفاة مقابل 650 مليون غادي نشوفوا هذا الخبر كذلك ونخليكم مع مقطع من الفيديو لكن اخوتي كما العاده ما تبخلوش علينا دائما باللايكات والبارطاج ونمشيو للتفاصيل ما كاينش مجبرناش اللي نقدنا حتى شي واحد نقدنا راسنا بيدنا عينا ما نعيطوا للانقاذ عينا ما نعيطوا للقائد والخليفه ما كاينش ما كاينش اللي كيجاوب شفنا الموت بعيننا انا هذا الصباح هذا ونقدنا راسنا بيدنا الاولاد اللي معانا في الخدمه هما اللي كيسولنا هما اللي خرجوا لنا مساكين طلعونا للسطح ديال الجامع فهمتيني حنا نقدنا وهبطنا الضو اما هاد الناس هادو ساكن لي هنايا هما جاو في السلطانو وقالوا ما هذيك غلب عليهم الماء ومع الماء ومع الضو ماتوا فيا عينا ما كنعيطوا للانقاذ ما كايناش لا بومبيروس لا حتى لنا اخر ساعه لنا اخر ساعه تاجي شي ساعه ونص ما كانوا حنا كنفوتوا عاد ما جي بوحده بوحده صغيره ما كافياش وما خداماش ساعد المكانه المكانه هما كيخدموا فيهم وهادشي تخدموا حنا كنموتوا كنشوفوا الموت بعينانا علاش حنا الشعب حنا الشعب مات عاش كلا شرب ماشي زايد ناقص عوش عيشه ولا ما تعيش فهمتيني هذا ماشي هذا ماشي خصنا حنايا الحمايه كما شفتوا معايا اخوتي يعني كانت مشاهد جد مؤثره المغاربه كلهم يعني كنا بكينا مع هاد العائلات يعني تاثرنا بزاف كما قلنا لكم اخوتي الفاجعه ديال معمل مدينه طنجه واللي راح الضحيه ديال الفاجعه 28 مواطن ومواطنه واللي اليوم المحكمه الابتدائيه بمدينه طنجه ادانت صاحب المصنع بسنه ونصف سجنا نافذا واللي ادى منها 9 شهور وباقي عليه 7 شهور وحكمات كذلك العائلات الضحايا بعشرين مليون سنتيم لكل ضحية أو لكل عائلة وكاين العائلات اللي كانوا كانت واحد السيدة باقي عاقل مشاو لها واقيلا ثلاثة ولا أربعة ديال البنات اللهم جدد عليهم الرحمات في هذا النهار هنا باقي تفاصيل يعني أدانت الغرفة التلبيسية من المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة منتصف يوم الأربعاء 9 دجنبر أي نهار اليوم المتهم المسؤول عن مصنع طنجة الذي خلف غرق 28 عاملا وعاملة شهر فبراير الماضي أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم كما سيتم تعويض عائلة الضحايا ب 20 مليون سنتيم لكل عائلة وحسب ما هذا من مدينة من ابتدائية طنجة فقد تابعت
هيئات الحكم المتهم بتهم التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين وخروق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولات بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة. طبعا للفصلين 432 و433 من القانون الجنائي والفصل الرابع، ومن هنا الأرقام ديال الفصول. وبصدور الحكم من قبل ابتدائية طنجة تكون قد انتهت أولى فصول محاكمة صاحب المصنع التي امتدت لأشهر بسبب معاناة المتهم مع المرض، وكذا تأجيل أطوار جلسات لمرات عديدة بسبب تبادل اتهامات حول تحديد المسؤولية والمطالبة بمتابعة شركة أمانديس المكلفة بتدبير الماء والكهرباء بطنجة والتي تقرر متابعتها أيضا في هذه القضية والحكم عليها بأداء 1000 درهم كغرامة، وكذا متابعة جماعة طنجة خصوصا بعد الترخيص لتشييد حائط بالقرب من المصنع الذي شهد الكارثة ما تسبب في حجم المياه ودخولها إلى المصنع. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة قد أصدر الثلاثاء 11 مايو الماضي قرار يقضي متابعة المسؤول عن المصنع السري في حالة اعتقال بالسجن المحلي بطنجة على خليفة انتهاء البحث معه حول الفاجعة التي أودت في حياة 120 عاملا وعاملة غرقا بتاريخ 8 فبراير بعد تأجيلها مرات عديدة بسبب الوضع الصحي الذي كان يمر به المعني بالأمر، أي المحكوم عليه بسنة ونصف سجنا نافذا. يعني هذا الشيء اللي قررت المحكمة فيما يتعلق بهذا الفاجعة ديال مدينة طنجة، واللي راح الضحية ديالها كما قلنا لكم 28 مواطن ومواطنة. باش ما ننساش السيدة زينب السايح اللي هي عن دعم عائلات فاجعة مصنع طنجة، واللي كتقول باللي أن المحكمة ألزمت شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني يصل إلى 20 مليون سنتيم. وقالت زينب السايح عن لجنة دعم العائلات ضحايا فاجعة طنجة إن الحكم كان متوقعا بالنسبة لأحداث مأساوية، نظرا للأحداث المأساوية شبيهة كذلك كانت نتيجتها أحكام مخففة للطرف المباشر في القضية. وأضافت في تصريح إن الحادث يذكرنا بقضية محرقة روزامور الذي ذهب ضحيتها 50 عاملا حرقا سنة 2008 وحكم على رب العمل ب4 سنوات و1000 درهم غرامة. واعتبرت أن الحكم بالنسبة لنا والعائلات كان جائرا، حيث كان نضالنا كان ناظرنا من أجل كشف الحقيقة كاملة حول الفاجعة وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة بما فيهم السلطات المحلية التي رخصت لصاحب المعمل الذي كان يعمل لأزيد من 15 سنة. وتابعت بالقول طالبنا بمحاسبة مندوبية الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي الذين أمطوا اللتام عن هذا المعمل الذي قيل عنه سري، في حين أنه كان يشغل المئات من العمال ومنذ سنوات. ورأت أن هذه الفاجعة تبين بالملموس تورط الرأس المال والسلطة ومدى توحش الشركات الرأسمالية التي تستغل العمال والعاملات في ظروف غير إنسانية. وذهبت إلى أن هناك شركات أجنبية إسبانية متورطة في الحادث، لكن مع الأسف لم يتم استدعاؤها وتم الاكتفاء باستدعاء شركة أمانديس. وزادت اللجنة المتحدثة ذاتها بالقول ما زلنا نطالب في لجنة دعم العائلات بكرامة الشهداء وتقديم جميع المتورطين في العدالة إلى العدالة وفتح تحقيق نزيه حتى لا يتكرر ما جرى وتعويض مادي يعوض ولو قليلا العائلات المكلومة التي كان مصدر رزقها الوحيد هو أبناؤها الشهداء. فعلا شهداء، اللهم اجد عليهم الرحمات وارزق ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما كرهتش الإخوان، تخلونا في التعاليق ديالكم واش الحكم يعني كافي بالحكم على صاحب المصنع بسنة ونصف سجنا نافذا، والمبلغ المالي اللي في النظر ديالي أنا هزيل يعني 20 مليون. مهم، خلونا التعاليق ديالكم، ما نطولش عليكم بزاف، واعطينا الرأي ديالكم في الحكم في التعاليق ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.